موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي، معربا عن تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للأردن الشقيق كل التوفيق والازدهار. وتم خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات المصرية الأردنية، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. أصدرت القوات المسلحة البيان رقم 22 لنتائج العملية الشاملة سيناء 2018، حيث قامت القوات الجوية بتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر في محاولتها اختراق الحدود الغربية، كما تم القضاء على 19 تكفيريا خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات أثناء عملية التمشيط. يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا طارئا بجامعة الدول العربية بطلب من السعودية، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس العربية. وكان المندوبون الدائمون قد عقدوا أمس اجتماعا طارئا لبحث الوضع على خلفية أزمة القدس العربية. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى.